نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضا للحرف التراثية ومنتجات الشباب بنادي القضاء بمحافظة سوهاج. وشمل المعرض منتجات الحرف التراثية من منسوجات ومنتجات صناعية. إليكم متابعة الزميلة نجوى سيف النصر. للحرف اليدوية والتراثية أهمية كبيرة باعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد، نظرا لأنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، إلى جانب أهميتها في تسويق منتجات مشروعات الشباب وفتح أسواق لها في الداخل والخارج، مما يشجعهم على الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية على مستوى العالم. احنا بنصطنع كل حاجه هاند ميل يدوي، بنعمل مفرش ليفر ركنه هاند ميل، وبنعمل كوفرتات، وبنعمل مفارس سفره، بنعمل ميل، بنعمل اي حاجه هاند ميل يدوي. تمام، احنا شايفين اللي في ايدك ده ايه؟ ده شال. تمام، ده شال فبرام. تمام، ده بنعمله كله هاند ميل، ما دخلوش اي ماتيريا غلط ولا اي حاجه، ده كله ماتيريا عاليه وشغلنا تصدير ان شاء الله. طيب قولي انت الشغل ده مثلا الشال ده كده مقاسه ايه يعني؟ ده 80 في مترين. تمام، ده عامل هنا 250 بره ب 550 من خصومات، ومعرض حلو خالص. تمام، طب احنا شايفين المنتجات دي، يعني انت بالنسبه لك لما تيجي تعرضها من خلال جهاز تنميه المشروعات، يعني ده بيساعدك ان انت تسوق المنتجات بتاعتك؟ بيساعدنا طبعا، ويعني بيساعدنا وبيمدنا لقدام، بنطلع معارض ما بندفعش ارضيه، بنطلع يعني بيمدنا في حاجات كتيره جوه يعني. المنتج دوت مصنع هنا في سوهاج في المدينه الصناعيه غرب ضحضة. تمام، صناعه مصريه 100%. تمام، يعني احنا شايفين انت الحاجات اللي انت عارضها هنا يعني منتجات كتيره جدا، يعني انت بتعملها جوه المصنع وبتشارك بيها من خلال المعارض اللي بتتم من جهاز تنميه المشروعات. ايوه طبعا، احنا جهاز تنميه المشروعات شاركنا معاه في معارض دوليه في البحرين وفي الصين، وشاركنا معاه في كذا معرض يعني. بس فمعرض كتير بتعرفني على تجار كتير، بتفتح لي سوق في مجالات تانية، يعني فتحت لي سوق في البحرين، وان انا بصدر دلوقتي في البحرين وفي السعودية وفي دول كتير يعني، وفي جميع الدول الأفريقية زي السودان وتشاد وأثيوبيا. أحدد الفكرة بس، تفكير، مجرد تفكير، وان هو ساعدني ان انا اعرض المنتج هنا في المكان. تمام، بس طب شايف المنتجات دي يعني ايه اكتر حاجه، يعني حاجه كده بتلاقي اقبال عليها الناس اكتر؟ يا فندم بص فتحتها من جوه. تمام، ده كله تقفيل يدوي، احنا اللي مقفلينه، احنا اللي عاملينه. تمام، طيب انت ده تقفيل يدوي، انت شغال وانت بايدك يعني بمكن طبعا يعني؟ شغل على المكنه. تمام، انا اللي بلف وانا اللي بعمله، وانا اللي انا وكل اللي انا بعمله ان انا بجيب الجلد بس، لكن الجلد بس والحاجات اللي هي خفيفه اللي هي اللي زي كده. تمام، انما حتى الطباعه نفسها برضو بتاعتي. تمام، الطباعه نفسها اللي على الجلد نفسه ده بتاعي برضو. يعني احنا جايين من القاهره، فالحقيقه كنا عايزين نشتري حاجات، منتجات تراثيه بتاعه سوهاج ومنتجات اخميم، فشفنا محلات كتير، بس برضو فكرنا ان احنا نشتري من المعرض عشان نشجع الشباب ونشجع العارضين اللي بيجتهدوا وبينزلوا المعارض، لان حاجاتهم حقيقه كواليتي هايله جدا والاسعار معقوله جدا جدا. الجدير بالذكر أن المعروضات بمعرض الحرف التراثية ومنتجات الشباب صنعت بمحافظة سوهاج، وهي متنوعة ما بين منتجات يدوية وفنية، والتي تتميز بها محافظة سوهاج مثل مشغولات الكروشيه والشنط والحقائب، ومشغولات الحلي بخامات الأحجار والخرز، إلى جانب مفروشات أخميم وتطريز التلي ومنتجات الجلود. معرض الحرف التراثية ومنتجات الشباب الذي يقيم جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج بداخل نادي القضاء هو معرض يتيح للشباب عرض منتجاتهم وتسويقها. كنت معكم نجوى سيف النصر، هند فوزي، طيبة.